مدى الصوت من صوت المدى. صباح الخير، هل ينسحب التوافق في امتحان التأليف على البيان الوزاري؟ أم أن اليد السحرية التي جمعت طرفي التناقض ستنص بيانا يرضي الجميع؟ ما أهمية التوافق في هذا الظرف بالذات؟ وهل فعلا كانت هذه حكومة صنعة في لبنان؟ ومن صنعها؟ هل تسلم وزارات الداخلية والعدل والاتصالات إنجاز للمستقبل أم أن كرة نار مكافحة الإرهاب رميت بين أيديهم؟ من المخطئ من المسيحيين؟ من دخل الحكومة أو من بقي خارجها؟ ما أهمية الدور المسيحي ودور التيار الوطني الحر تحديدا؟ والأهم، ما المقبل؟ انتخابات رئاسية؟ انتخابات نيابية؟ أم خضات أمنية داخلية وأقليمية فقط لا غير؟ ضيفي بحلقة اليوم رجل كل المراحل، نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح المستمعين جميعا، أهلا. وسيكون معنا أيضا باتصال وزير العمل سجعان الأزي ونائب المستقبل الدكتور غازي يوسف. دكتور الرئيس، بدي بلش معك من موضوع يلي هو الموضوع اللي استقبلوا فيه الحكومة، اللي كان إذا بدك هيك شمعة السوداء اللي أضيئت بوجه الحكومة، الانفجار اللي حصل ببيروت. طبعا يعني أولا بداية إذا فهمنا الأسباب التي أملت تأليف هذه الحكومة، الأسباب الموضوعية، نعم، نستطيع أن نفهم التفجير الذي وقع في التوقيت الذي وقع فيه والغاية الرئيسية من ورائه، بالرغم من أنه يأتي ضمن سياق انفجارات متعددة. نعم. وقعت على الساحة وقبل تفجير الحكومة. مزبوط، بس السؤال بلشت فيه لأنه كل العالم صار يقولوا نشكر الله اتفقوا أكيد رح نرتاح من الانفجارات، وقز يومين وبصير انفجار. قراءة خاطئة. نعم. قراءة خاطئة وقراءة تتلائم مع الرغبة المبررة عندي أنا كمواطن بإني أقول هيك. ولكن الحقيقة أحد الاستهدافات الرئيسية لهذا التفجير كان تفشيل التجربة الحكومية ومحاولة إفشال هذه التجربة وبدا وضع العراقيل الحقيقيه بوجه لوضع مكوناتها بوجه بعض البعض. لاحظي انت تصريح الغنوشي بتونس، قال كلام واضح، قال ان الذي ادى الى اسقاط الحكومتين اللي هن اشرفوا عليها هو الارهاب. عرفتك؟ يعني عندك التجربة التونسية بتخليك تعرفي انه الحراك الارهابي بين هلالين حراك لا يستطيع ان يوجد لنفسه بيئة امنة اذا لم يكن هناك صراع على الارض داخلي عنوانه الفتنة السنية الشيعية بالمكونات القائمة فيها حاليا. لانه بمقدار ما انت بتعملي حالة من الصراع القاسي العمودي بين هاتين المكونين ساعتها البيئة التي تحتضن هلأ هيك هي هذه الفئة ساعتها تصبح لهم بحر حقيقي للتحرك ولتوجيه الضربة والأخرى تحقيقا لأهداف سياسية. لذلك العكس صحيح، أنا أعتقد أنه التفجير الذي وقع والذي كان أحد استهدافاته هو هذا الأمر. صحيح. بالعكس
أنا برأيي لم يحقق أهدافه، لأنه أطلع النواب الوزراء طيار المستقبل بتصريح سياسية ارتقت إلى سقف معقول، أقول معقول. نعم. إيه في عملية المواجهة، وأنا برأيي ستتطور هذه، لأنه بدها تكون قدام تحدي حقيقي قدام الدفاع عن بيئتها التي أعلن الرئيس سعد الحريري إنها بيئة غير حاضنة. نعم. اثنين، إثبات القدرة، وهيدي النقطة المركزية، مش بس تجاه اللبنانيين، تجاه الغرب، أننا نحن، وثالثا نحن باستطاعتنا أن نقوم بهذه المهمة، ثالثا وأهم من كل شيء بدك تثبتي أنك الفريق المعتدل بحق، أنه إذا تم إضعافه يؤدي إلى إنتاج بيئة متطرفة في البيئة، وبالتالي يصبح هناك خلل استراتيجي. نعم. في علاقة بين المكونات. نعم. لذلك أنا نعم. أعتقد أن هذه الحكومة نجحت في أسلوب التعاطي والاحتضان لحد هلأ، يعني لحد هلأ. نعم. طبعا لحد هلأ، يعني عم بتعاطى أنا مرحليا وديئة بديئة. نعم. بهذا الأمر، وأيضا انعكس ذلك كده على مناخات النقاش بالبيان الوزاري، اللي لا شك كمان انك بدك تسالي عنه. اكيد بدي اسال عن هذا الموضوع، بس بدي ضلني اولا بالموضوع الحكومي وبموضوع تيار المستقبل. تعقيبا على الكلام اللي قلته انه اليوم تيار المستقبل ارتقى الى سقف خطاب مقبول اليوم، هل تعتقد انه هذا سقف الخطاب المقبول هو تمهيد لمرحله مقبله فيها انفتاح أكتر، أو أنه هيدا موقت هيدا الأمر؟ نحن رح يكون معنا كمان بعد شوي نائب تيار المستقبل، بس أنا بدي أسألك بالإطار التحليلي العام هيدا السؤال. طبعا أنا بحكي كمواطن بالموضوع، أنا رأيي الشخصي أنه العكس هو الصحيح. نعم. مصلحة الأطراف القائمة على الأرض في لبنان، خصوصا المكون المعني بهذا الصراع سواء على المستوى السني أو على المستوى الشيعي، لهم مصلحة استراتيجية بتطوير العلاقة تطوير إيجابي باتجاه حماية الساحة، لأنه النتائج المترتبة على عدم حماية الساحة نتائج ضخمة بتداعياتها السلبية، بحيث أنه المكون السني والمكون الشيعي ما قادر يحمل النتائج المترتبة عليه. طيب تصوري براسك هيك، حطي سيناريو افتراضي لا سمح الله، مزبوط، انه في انقسام عمودي، وقامت المتاريس، قامت، وكنا قبل تأليف الحكومة وعشيتها كنا على أبواب إقامة متاريس، كان طلعت صورة بإحدى التلفزيونات اللبنانية ما بعرف وين بيعملوا متاريس ترابية كان. طيب هذا الارتفاع، هاي الوتيرة ولوين كان بدها تودي؟ فكري بما وراء المتريس كبيئة، كيف بدها تصفي؟ ستصفي بيئة حاضنة بامتياز لكل قوى التطرف، هذا أمر ما في نقاش حوله. طيب السؤال بالبيئة الأخرى الشيعية، إلى متى سيستمر ويستطيع حزب الله وحركة أمل، طبعا بقيادة دولة الرئيس بري وقيادة سماحة السيد، إلى متى يستطيع أنه يضلوا مستمرين بعملية ضبط الساحة وردات الفعل؟ والاعترافات التي أتيت بصحيفة من الصحف اليوم، ما بعرف مع أحد الموقفين نعيم عباس، تدلل بصورة واضحة ودقيقة عن الأهداف، ومن جملتها دفع الصراع السني الشيعي إلى مواقع متقدمة حتى تصبح البيئة التي من ضمنها نتحرك بيئة مستنفرة 100%، وبالتالي ممسكة من قبلنا 100%. يعني هذا الكلام يدلل على توقيت تشكيل الحكومة، أنه نحن بعد 10 أشهر كنا عايشين بانقسام ما حدا بيقدر ينكر، ولكن وصلنا لدرجة الأطراف تحسسوا أنه الخطر اللي لا تراجع عنه، مشان هيك اقدموا على تشكيل طبعا الحكومة. هذا من حيث البعد الداخلي، وهل هالحكومه كانت فعلا حكومه صنعه في لبنان؟ طبعا هيدي من حيث البعد الداخلي. نعم. نحن ما بدنا نغالي بكلمه صنعه في لبنان. طب ليك هي اوكرانيا دوله نوويه، دوله كانت تبعت صواريخ على القمر، دوله عندها، هي اخترعت الصواريخ العابره للقارات بكل معنى الكلمه. شفت امبارح كيف راح الاوروبي والروسي لحتى يصنعوا على اتفاقات داخليه. نعم. ما بدنا نغالي بكلمه صنعها بلبنان بالرغم من اهميتها، ويجب ان لا تخرج من ادبيتنا السياسيه، ولكن البعد الاقليمي
في الصراع في المفاوضات، الدور الدولي، دور السفير الأمريكي ديفيد تيلكن دور متقدم وإيجابي جدا بعملية المسك بخطوط ضرورة تأمين الغطاء المحلي لضرورة تشكيل حكومة. حتى أنه بهالإطار بين مزدوجين، وقت اللي تعين السفير ديفيد هيل ببيروت قيل أنه في مرحلة جديدة من التعاطي الأمريكي، التعاطي الهادئ، منشان هيك كان هالشخص موجود بلبنان. قد يكون صحيح، هو أنا يعني شخصيا هو كان هون بلبنان بالأوائل التسعينيات وعاش المنطقة ومشاكلها واستلم الوفد المفاوضات الفلسطينية عمدة 5 سنوات استلام مباشر، لذلك كان هذا دور متقدم. نعم. وبالتالي لا شك أنه الغطاء الدولي والإقليمي له دور فيه. نعم. بدي رحب بمعالي وزير العمل الأستاذ شجعان الأزي، صباح الخير. خلينا نختم كلام مناسبة تهنئته، صباح الخير لدولة الرئيس الزبيل الكريم العزيز الأستاذ إلي الفرزلي. نعم دولة الرئيس بده يقول لك شيء قبل ما بلش معك الأسئلة. أنا بدي كمان هنيته على المستوى الشخصي، بس بدي هني قدام الرأي العام اللبناني كمان. كلنا كمان من هني، وأكيد معالي الوزير حضرتك الشخص المناسب بالمكان المناسب. شكرا. مثل كتار بهالحكومة اللبنانيين معلقين أمال كتير كبيرة عليكم معالي الوزير. برأيك حضرتك شخص سياسي مخضرم قبل ما تكون وزير، حكومة مبدئيا رح يكون عمرها 3 شهور، شو بتقدر تعمل؟ الأعمار بإيد الله. اثنين، الوزارة الحكومة الحالية ليست حكومة عادية. نعم. ليست حكومة عادية لثلاث أسباب أساسية. الأول هو أنها إعادة تكوين السلطة التنفيذية في البلاد، هذا هو البعد الحقيقي لتأليف الحكومة الحالية، لأننا كنا نعيش حالة تساقط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى. فتأليف الحكومة أتى ليحيي المؤسسة التنفيذية في سلطة الدولة. نعم. اثنين، هذه الحكومة مميزة لأنه عندها مهمة دستورية ووطنية مهمة، هي توفير البيئة الملائمة والهادئة والوفقية لتأمين حصول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثالثا، تأليف هالحكومة استثنائي ومميز لأنه عم بيتم بالوقت يلي لبنان عم بيتحول إلى ساحة للإرهاب. إذن مجرد هالحكومة أحيت السلطة التنفيذية، مجرد الحكومة خلقت البيئة الملائمة لانتخاب رئيس، مجرد الحكومة قررت إعطاء الأولوية لمواجهة الإرهاب، حققت الهدف الأساسي من تأليفها. إذن 3 أشهر أو 3 أيام أو 3 سنوات هي ذاتها مهمة الحكومة اتأمنت مجرد تأليفها. طبعا في عمل كل وزير بوزارته، في خدمة الناس، في تلبية قضايا الشعب، في سلسلة الرتب والرواتب، في ضمان الشيخوخة، في المديونية العامة، في الكهرباء، في التنقيب عن الثروة النفطية، في إعادة تصويب الدبلوماسية اللبنانية، في وضع استراتيجية دفاعية. كل هالأمور هيدي رح تنطرح وسيبدأ العمل فيها، يلي بيتم وينجز خلال فترة وجودنا بيكون عظيم، ويلي ما بيتم بيتكمل، لأنه الحكم في الأنظمة الديمقراطية هو استمرارية. نعم. حضرتك يعني بتعتبر أنه هالثلاث أهداف اللي تحدثت عنهم رح تقدروا تنفذوهم بهالفترة؟ أنا رح أفترض أنه أكيد بده يصير انتخابات رئيس الجمهورية، يعني افتراض أو حساب أنه ما يصير انتخابات ما عم نناقش فيه، عم نحكي بهالثلاث أشهر. هالثلاث أشهر بتقدروا ترجعوا تحطوا الأمور على السكة المضبوطة؟ طبعا، يعني أنا بعطيكي مثل رح كون واقعي ما كتير اتفلسف. نعم. يعني يلي ب10 أشهر ما تألفت حكومة، رغم أنه القوى السياسية ما تغيرت بلبنان. نعم. ب3 أيام تألفت حكومة. إذن لما بيكون ما في إرادة ب10 أشهر ما بيصير في حكومة، ولما بيكون في إرادة وعزم ب3 أيام تتألف حكومة اليوم.
إذا اللبنانيين أو بالأحرى من حمل الشعب القوى السياسية المسؤولة بثماني بأربعتاعش أدار وبأي موقع آخر خارج هالاستفافين عندهم الإرادة لتأمين حصول انتخابات رئاسية، الانتخابات الرئاسية ستحصل. نعم. وأنا بقول لك من هلأ الأجواء العربية والدولية والإقليمية مؤاتية لبل مصرة على حصول انتخابات رئاسة الجمهورية. نعم. معالي الوزير، بدي انتقل معك إلى موضوع البيان الوزاري. هل البيان الوزاري هو يتم العمل عليه بنفس الروح اللي تم عليها تم فيها الاتفاق على تشكيل الحكومة؟ يعني هناك توافق حاصل سلف والأمور اللي عم بتصير على عبارات أو على أمور لفظية معينة هي مجرد هيك لتقولوا للرأي العام أنه نحن عم نتباحث وعم نعدل وعم نشيل وعم نحط، بس إنما البيان كان جاهز من مسبقا؟ جوابي ثلاث أقسام. تفضل. القسم الأول صحيح، الجو يلي رافق تأليف الحكومة، يعني الجو التوافقي الرغبي بتسهيل الأمور بعدم تعقيدها، عم بينساب وعم بيتطبق على طبيعة النقاش اللي عم بيصير بين في لجنة صياغة البيان الوزاري للخروج ببيان وزاري مقتضب سريع في إطار ما يرضي المصلحة الوطنية. اثنين، عملية النقاش انه عم بيكون شكلي ولغوي، لا ما عم بيكون شكلي ولغوي، عم نحكي بالمبادئ بالثوابت بالأفكار الأساسية، والألفاظ مهما نعمت إلى معنى سياسي بالبيان الوزاري. إذن ما في لعب على الألفاظ، في إعادة صياغة المفاهيم الثابتة وتكييفها مع المرحلة الحالية. وأعتقد أننا إذا لم يطرأ طارئ غير منتظر يفترض أن تنجح جلسة نهار الاثنين أن تنهي صياغة البيان ليحال على مجلس الوزراء، وهذا ما نأمله إلا إذا كان هناك أمور غير واضحة بعد، ولا أعتقد ذلك من خلال طبيعة النقاش ومستوى النقاش الحضاري الذي يحصل بيننا في لجنة الحوار. الأمر الثالث، نعم، أي تسوية بدها تصير على صعيد صياغة البيان الوزاري، نعم، لن تكون على حساب الدولة. نعم. أنا بقبل 14 أدار تتنازل، أنا بقبل 8 أدار تتنازل، ولكن لا أقبل للأمة أن تتنازل، للوطن أن يتنازل، للدولة أن تتنازل، لا ل14 ولا لثماني ولا لأي طرف سياسي آخر. نحن عم نوضع بيان وزاري انطلاقا من أننا حكومة الدولة اللبنانية ولسنا حكومة لثماني ولا 14 ولا أي فريق آخر. نعم. بهالإطار، بالإطار اللي عم تحكي عنه معالي الوزير، اليوم حزب الله وحركة أمل موافقين معكم على هذا الموضوع؟ يعني أنا قريت كتير مصادر بالصحف، مصادر، ولكن بدي أسمعها من المصدر اللي موجود اليوم كعضو بلجنة صياغة البيان الوزاري. حضرتك معي على الهواء؟ نعم بدي أسمعها على الهواء. شو هي؟ بدي اسمع اليوم هل حزب الله وحركة أمل راضيين أنه يتم منظومة الجيش والشعب والمقاومة تكون تابعة للدولة ولا أحد تكون تحت سقف الدولة ولا أحد غير الدولة؟ دون الدخول في التفاصيل، نعم، واحتراما لسرية المناقشات ولميثاق الشرف الذي التزمنا به تجاه بعضنا البعض وتجاه دولة رئيس الحكومة الأستاذ تمام بيك سلام، لكن أستطيع أن أقول لك أننا في هذه اللحظة تخطينا هذه التعابير، مع كل تقديرنا للذين يعتقدون بها سابقا. يعني أنتوا رح ترضوا أنه يكون في جيش وشعب ومقاومة ولكن مضاف عليهم جملة أخرى؟ لا أبدا، نحن لسنا في وارد القبول بعبارات سبق أن استعملت. نحن
لسنا بوارد طباعة نسخة عن البيانات الوزارية السابقة. وإلا ما نعمل بيان وزاري، نجيب البيانات الوزارية السابقة ونتليها. نحن من مش هيدا دورنا. من سيتنازل؟ نعم، من سيتنازل؟ ما في تنازل. نعم، في تلاقي على مشروع جديد، على مقاربة جديدة، من دون المس بالثوابت الوطنية يلي بيؤمن فيها المكونات. نعم، المختلفة. نعم. قال لك الأستاذ سجعان. نعم، معالي الوزير قال لك كلمة واضحة، تثبيت المفاهيم. نعم. طيب فتشي أنت بالدستور وبالإطار الذي يرعى المؤسسات بهذه النقطة بالتحديد. نعم. ما هو المفهوم؟ فثبتي ببيان وزير. نعم. بتكوني من بابله، وبالتالي كل الاطراف بتكون طبعا بتكون. نحن مدام مدام الياس، نحن ما بدنا نصعد. نعم. ولا بدنا، ولا نحن بدنا نصعد كمان ابدا، ولا نريد ان نتبارى اعلاميا. نعم. نحن سنلتزم بيئة التهدئة والوفاق. نعم. ولكن ليس على حساب المبادئ. نعم. نحن نقبل بكل ما يمكن أن يسهل تلاقي مختلف الأطراف في حكومة وطنية. نعم. ولكن ليس على حساب سلطة الدولة. نعم. ومسؤوليتها وكونها السلطة الراعية لكل عمل سياسي أمني وعسكري يحصل داخل أراضيها. نعم. معالي الوزير أستاذ سجعان أزي، أنا كتير بدي أشكرك على مداخلتك اليوم كوزير، أول مرة بتطلع معنا كوزير عمل ببرنامج مدى الصوت، وبدي أتمنى لك التوفيق، والله يوفقكم ويوفق هالحكومة أيضا لتأمين مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني. شكرا لك وتحييتنا لدولة الرئيس. شكرا حبيبنا، الله يخليك. نعم. دولة الرئيس اليوم من سيتنازل بموضوع البيان الوزاري؟ يعني اليوم عم نشوف، كنا شايفين تصلب بالمواقف، انه نحن ما بنتخلى. هذا السؤال. نعم. من وحي المناخات الإعلامية اللي كان سائد، انه انا بقول هالكذا هيك بيقولك. اول شيء كلمة جيش شعب مقاومة اول من اطلقها على ما اعتقد وبتحفظ، اكرر بتحفظ، بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيور تثبتت بعد 2006، ومن بعدها وردت في بيانات للوزارات المتلاحقة التي ترأسها رئيس مئاتي والرئيس سعد الحريري. فلذلك هيدي منين جاي؟ كان على أثر تحالف الرباعي. يعني نعم. شو هاي منين جاي؟ نعم. جاي هاي من مفهوم أساسي دستوري. هو حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال بشتى الوسائل. نعم. وهذا موضوع ما فيك تلعبي فيه، لأنه جزء من الدستور، جزء من الميثاق الوطني، جزء من الوفاق، وثيقة الوفاق الوطني. وبالتالي أي بيان وزاري يجب أن لا يكون إلا إذا أنت رحتي على هذا النص، بتكون عملتي كلام بمستوى مضمون الحق الدستوري بالمقاومة. نعم. فإذا مسألة تنازل وتنازل الأطراف لبعضها، هي مسألة، هيدي أجواء إعلامية. نعم. هيدي كلام ما إلو أسس دستورية بالمعنى، إلا بمقدار ما هو طالع من المبدأ الأساسي اللي هو حق لبنان باستعمال كل الوسائل في المقاومة. هو مزبوط، يعني الإعلاميين هنا كل حق على كل الإعلاميين السياسيين. لا عفوا أنا ما عم بحكي بالحق على الإعلاميين أو الحق على السياسيين، وما أكثر أخطاء السياسيين. أنا عم بحكي أنه الإنسان ما بيجوز يصبح أسير كلام هو أطلقه. الكلام بده يكون مستند إلى أرضية، إلى مفهوم، إلى مناق. طيب أنا في بوثيقة الوفاق الوطني في كلام أعلى من كلام وثيقة الوفاق الوطني، ما إليك حق. أوطى هذا تنازل عن مضمون وثيقة الوفاق. إذا استعملت كلام وثيقة الوفاق الوطني بكفي. دولة الرئيس أنا رح أمشي معك بهالكلام انطلاقا. لا بدي أقول لك الأسباب الموجبة التي، حبيبتي معلش روقي بالك، بدي أحكي أنا الأسباب الموجبة التي أملت. نعم. على هذا البيان الوزاري في أنت الرئيس السنيورة بالحديث عن جيش شعب مقاومة، شو؟ مقاومة العدو الإسرائيلي. يعني النص الذي ورد في وثيقة الوفاق الوطني. طيب لشو ما هيدا صنعك؟ هيديك صنع الوثيق الوطني. روحي على وثيقة الوثيق الوطني واحكي الكلام اللي بدك اياه.
أنا بدي أرجع لك إنه انطلاقا من نحن جو التهدئة اليوم والمحبة والحب وهيك بشهر الحب، أنا رح أمشي بهذا الجو بس، وما رح أرجع أذكر بمواقف الأطراف السياسية يعني. هلأ ما رح أحكي، لا ما بدنا نرجع للماضي، لا لا ما بدنا نرجع للماضي، بس أنا ماني معني بهذه المواقف. أنا المعني فيه كمواطن، وأنا بتحدث كمواطن إنه أنا عندي أزمة بالبلاد، ما بدي أنا أخترع مشاكل على نقط من صنعي، شغلي باختراعها أنا وبرجع بعمل مشكلة على أساسها. في اختراع أساسي يجب أن يكون هو المحرك تبعي، هو وثيقة الوفاق الوطن. أنا بدي أروح إلى فاصل إعلاني ومنتابع معك دولة الرئيس حلقة مدى الصوت، بدنا نحكي أكتر أيضا، بفتكر حكينا عن البيان الوزاري يعني رح نحكي شوي عن هالحكومة اليوم تركيبتها كيف بدها، وبدنا نحكي أيضا باليوم كمان الموضوع اللي كنت أسألك عنه وطرق له أستاذ سجعان الأزي، هو النظام اليوم، النظام بلبنان. فاصل ومنتابع. مدى الصوت من صوت المدى. دكتور رئيس، قبل ما فوت معك على موضوع هل اجتاز النظام اللبناني اليوم مرحلة انهيار كان محتم لو بقينا على هالحالة، بدي أسألك اليوم بس طلعت الحكومة في ناس امتعضت، في ناس قالت انه فريق 8 أدار والتيار الوطني الحر تنازلوا كتير وخسروا كتير، في ناس قالوا فريق 14 أدار ما كان راضي أيضا كشعب، انه اليوم تيار المستقبل قعد مع حزب الله على طاولة واحدة قبل ما حزب الله ينفذ مطلب الانسحاب من سوريا وما إلى هنالك. اليوم هالحكومة فيها رابح وخاسر، ومن هو الرابح ومن هو الخاسر برأيك بقراءتك السياسية؟ لا شك فيها رابح وخاسر بامتياز. الرابح العملي هو مصلحة البلاد العليا، أنه نحن ما في معنى كان أنه للانقسام العمودي يستمر وبدء نشوء المتاريس بين اللبنانيين بصورة بوضع المنطقة أم تحترق. يعني عودة لحتى اللبناني يعيش بالأبو أو بالأبر، وهذا أمر لا يجوز تحت أي عنوان يتم التعاطي معه بخفة أو على خلفية كيدية أو على خلفية مناكفة أو على خلفية تحقيق مكاسب شخصية، هذا أمر لا يجوز. لذلك مسألة أنه يروحوا اللبنانيين بأطراف بنزاعات يقعدوا على طاولة، هذا أمر في غاية الأهمية. نعم. اثنين، يا حبيبتي، الصراع القائم حول مسألة أنه بالأنظمة البرلمانية والمؤسسات الدستورية شو مهمتها؟ مهمتها سحب الصراع من الشارع وأخذه على ضمن الجدران بالمؤسسات الدستورية، وإلا لا معنى للأنظمة، بلا مزبوط. ما بتقود تفيد لشو مزبوط. وبالتالي هيدي الأنظمة الدستورية التي تفرض وجود إطار مؤسساتي لسحب المشاكل من الشارع ترجمت نفسها عبر تشكيل الحكومي، اللي هي أمر يجب أن يكون بديهي ولكن كان في إشكال حقيقي بالبلد، تأخر أنه يصير. ثلاثة، طيب أنت ك ك ك كمكون مسيحي كنت بتقولي أنا لا أريد أحد أن يفرض علي شيء ولا أن يملي علي شيء، أنا أريد أن أكون على قدم المساواة مع بقية شركائي في الوطن. نعم. وبالتالي يجب احترام موقعي في العلاقة التشاركية القائمة. وبالتالي أنا لذلك عندي مطالب أساسية في الحكومة. نعم. أريد أن أشارك في صناعة القرار في هذه الحكومة. طيب أنت تلبى طلبك 100%، 100% بمعنى أنه إذا كان على مستوى القوى الأساسية التيار الوطني الحر طلع منتصر انتصار كامل، سواء بتمثيله بماروني في الحقائب السيادية، نعم، بالرغم من أنه هيدي كمان لا يجوز أن يكون في حقيبي أهم من حقيبي، وأنا مع السؤال اللي طرحه الرئيس بري بمسألة مين اخترعها منين إجت، بس هيدي إجت من سنة 93 وبالجاك عم تطبق. اثنين، الاجتماع المكونين الرئيسيين ذات الصلة بالصراع القاسي القائم في المنطقة بالوزارة بأعلى درجات تمثيل سواء على مستوى تيار المستقبل أو على مستوى حركة أمل وحزب الله،
يعني تأهلت الحكومة لكي تكون منبر حواري. منبر حواري. ثلاثة، وجود حزب الكتائب اللي هو كمان مكون أساسي، وكنا أيضا نتمنى أن تكون القوات اللبنانية لكي تساهم جميعا، يساهموا في مسيرة إعادة نشل البلد من إمكانية تلقي تداعيات سلبية. المنطقة رايحة عليها قد تكون في الأشهر الثلاثة أقله القادمة تداعيات سلبية قد تنعكس على الأرض بلبنان. لا يجوز للمواطن اللبناني أن يستمر بدفع الثمن إلى ما شاء الله. لذلك أنا أعتقد هناك رابح واحد، منتصر واحد، اسمه المصلحة اللبنانية العليا. مصلحة المؤسسات الديمقراطية خصوصا. أنه بسأل سؤال بسيط، كيف أنت بتتصوري في انتخابات رئاسية بعد شهرين ثلاثة تبدأ بخمسة وعشرين أدار مهلتها، فيك تروحي تعملي انتخابات رئاسية وانت عاجزة تعملي حكومة والانقسام حاد بين القوى السياسية؟ معناتها ما في رئاسة. معناتها إما رايحة للتمديد وهو شر مطلق. شر مطلق. أو رايحة للفراغ وهو مضر ضرر مطلق، وبالتالي لا يجوز أن نقارب المرحلتين. وهنا كانت أهمية طرح صاحب الغطة عندما رفض الغطة بطرك الراعي، يعني عندما رفض أن يقارب إمكانية الفراغ أو التمديد. رفض. لا، أنا عندي استحقاق بدي نفسه. وخلق البرس الضغط اللازم من أجل خلق قوة دفع لبلوغ هذه الغاية. طب لكيف تبلغي هالغاية إذا ما ألفتي حكومة حقيقية تستطيع أن تؤمن، تكون طاولة حوار بين الأطراف المعنية؟ لذلك أنا مع فكرة تأليف الحكومة قولا واحدا. نعم، بهذا الإطار دولة الرئيس كنا عم نحكي قبل الاتصال مع معالي الوزير، كنا عم نحكي عن الأمور يلي دفعت يعني هالحكومة الصنيعة في لبنان. حضرتك قلت لي المبررات الداخلية اللي أدت إلى تشكيل الحكومة، ولكن اليوم هناك مبررات خارجية أيضا ودوافع خارجية أدت إلى تشكيل طبعاً الحكومة طبعاً، وهي بذات الإطار رح تؤدي إلى الانتخابات طبعاً الرئاسية. طبعا طبعا. لا إليك، لا لا، خليني أرجع ذكرك ستنا، لأنه حبيبتي، لأنه نحن سبقوا معك ومن منبرك حكينا هذا الكلام من خلال سنة. عندما ألفت حكومة الرئيس مئاتي كانت وجهة نظري الواضحة والتي تأكدت علنا في بعض مظبوط أن هناك إعاز للذهاب من الرئيس نجيب المئاتي باتجاه حزب الله لكي تؤلف الحكومة من أجل عزل لبنان وحماية لبنان من التداعيات التي كان يخطط لها في سوريا. طيب، صار اللي صار وصلنا له اليوم. إمكانية التداعيات كبرت والوضع صفى الساحة اللبنانية ساحة مباحة ومتاحة للجميع، وعملية ذهاب البلد إلى مزيد من الاصطفافات الحادة والعمودية بين المكونين الأساسيين بشكل خاص هي أمر قد يؤدي إلى فلتان الوضع، وقد يؤدي إلى انهيار الساحات بطريقة تصبح خارج إطار ضبط الإيقاع من القوى الإقليمية والدولية. لذلك لقينا استنفار حقيقي من المجتمع الدولي بشكل خاص، مثل ما قلت لك وعطيت مثل الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة أن يصير في تأليف حكومي. اثنين، الأطراف المعنية بالصراع سواء حزب الله أو طيار المستقبل وبالتالي المملكة العربية السعودية وإيران كان لهما أيضا مصلحة عليا، لأن النتائج المترتبة على كل طرف إذا انهار الوضع نتائج خطيرة جدا وانعكاساتها سلبية جدا. فإذا تقاطعت المصالح، ولكن يجب أن نقول احتراما لذاتنا كمان إنه الإرادة الذاتية بإدراك المخاطر وبالاعتراف بالمكون المسيحي كمكون ثالث حقيقي أو رابع إذا أخذنا أيضا المكون الدرزي بعين الاعتبار هو أمر في غاية الأهمية والضرورة، وهذا أمر يجب أن يصان صيانة تامة واستراتيجية. هلا بيصيبوا وما بيصيبوا، بيخطوا وما بيخطوا، لهي الأيام بتبرهن إنها مرحلة اختبار لعلاقة الأطراف بعضها ببعض، ولكن فلننتظر ونرى.
اليوم بهالإطار شفنا أنه التيار الوطني الحر بشخص العماد ميشيل عون، سمعنا يعني كلنا حتى كإعلاميين، ولكن العماد عون ما كان عم يعلن عن هذا الموضوع إلا أن تشكلت الحكومة، أنه كان في اتصالات ولقاءات مع رئيس تيار المستقبل، واتصالات كانت مكثفة ومنها اتصالات بعيدة المدى يعني بين الفريقين. اليوم هل التيار الوطني الحر أو هالفريق المسيحي اللي هو أقوى على الساحة، الأقوى على الساحة اللبنانية، برأيك ممكن قدر يلعب دور بين المكونين السني والشيعي وسيلعب دور بالمستقبل؟ أولا رح أبدأ مطرح ما أنت انتهيت. نعم. أولا لا يجوز للمكون المسيحي في لبنان إلا هذا المكون الذي ارتبط اسمه بصناعة البلد ووجوده، بصناعة النظام ووجوده، إلا أن يلعب دور إيجابي في صناعة العلاقات اللبنانية اللبنانية وبشكل خاص المسألة المتفجرة الآن اللي هي العلاقة السنية الشيعية. وإلا إذا الوظيفة الاستراتيجية للمسيحيين فأدوها بطل مبرر لوجودهم بالبلد. وبالتالي أنا أعتقد إن لم يكن العماد عون قد لعب هذا الدور وقد لعبه، أنا يعني سمعت آراءه بهذا الموضوع واستنتاجا أقول لعبه وأعلن ذلك مرارا، أنا أقول أنه يجب دائما أن نلعب، ويجب أن تكون مهمة المسيحيين الأولى على مستوى القوى السياسية وعلى مستوى الرئاسي الأولى هو أن يكون كيفية صناعة الوفاق بين المكونين الرئيسيين في البلد، طالما أنه المشكلة هلا قائمة بهالعناوين هاي بين المكون السني والمكون الشيعي، لأنه دور أساسي في صناعة الاستقرار وفي بناء البلد. لو لم يكن العماد عون قد لعب هذا الدور، هل هناك من مكون مسيحي آخر بظروف وشروط إذا جاز التعبير والبيئة اللي موجود فيها بيقدر يلعب هذا الدور بين الفريقين؟ قد يكون هناك رغبة. نعم. ذلك أعلم مثلا الرئيس أمين جميل والحزب الكتائب اللبنانية أعلنت رغبة مرارا وعبر مواقف معتدلة بهذا المجال، ولكن المهم أن تكون هناك قدرة، يعني لا تكفي الرغبة لوحدها، يجب أن تجتمع الرغبة والقدرة لصناعة هذا الحوار. نعم. بهالإطار أنا بدي أنتقل إلى موقف الرئيس الحريري كمان، يعني اليوم موقف الرئيس الحريري لا يجوز إلا أن يقدر عليه، يعني شخص يعتبر أنه عمل خطوات إلى الأمام، ولكن حراكه اليوم بإطار تشكيل حكومي وإذا بدك الدفع اللي أعطاه لتشكيل الحكومة اليوم، طبعا ما في حكومة، يعني حطينا نسكر شغلي أنه حتى الرئيس نجيب مئاتي بس إجا، وأنا كنت ضد تكليف الرئيس مئاتي بتشكيل حكومي وموقفي واضح. طيب كلنا منتذكر أنه حتى وقت شكل الحكومة ما قدر ألع غير مراع على دار الإفتاء واجتمعت كل المكونات، وفي مقدمتها مكون طيار المستقبل من مبارك من الرئيس الحريري، لحتى عملوا ووقعوا على بيان دار الفتوى الذي سير العمل من قبل رئيس مئاتي توجيها ومضمونا عمليا ضمن الحكومة وعلاقتها مع بعض البعض. لذلك هناك مصلحة عليا في هذا المجال لحتى نعترف، هذه حقيقة الواقع. ولا يجوز، وهلأ بعدين بالأحاديث الموصل، أن يتدخل طرف عند طرف آخر بصناعة قياداته وبفرض قياداته عليه، وهذا هو بيت القصيد في احترام الخصوصيات اللبنانية بعض لبعض في النظام السياسي اللبناني. اليوم نسمع آراء من بعد، يعني أكيد حضرتك قلت أنه تجربة برهنت من بعد أنه رأيك مزبوط بحكومة الرئيس ميقاتي، ولكن نسمع كتير آراء اليوم تقول أنه الرئيس الحريري هو الرئيس التيار السني الأكبر، رئيس التيار السني المعتدل من بعد ما كان أقصي بفترة من الفترات. هل صار في نوع من قراءة، إعادة قراءة للحسابات اللي بيّنت أنه وجود تيار المستقبل خارج السلطة ساهم بتعميق الشرخ داخل المجتمع اللبناني الطائفي، الشرخ الطائفي؟ أنا رأيي أنه كل قوانين اللعبة تغيرت، قوانين اللعبة كلها والمفاهيم تبعها والصراع الإقليمي كله أنواعه ونوعه طريقته. أنت ما تنسي الحوار بين إيران والخمسة زائد واحد، نعم، ما تنسي النتائج المترتبة على هذا الموضوع. أنت بصدد رايحة على تأسيس وتشكيل نظام إقليمي جديد، هو بالتالي كل شيء بده ينبنى تحت سقف أعلى
على أنقاض سايكس بيكو عنوانه اتفاق كيري لافروف، وهذا الكماش القائم تحت السقف بعد أن يستكمل لبده ينتج على أثره عندما يستكمل من فوق إلى تحت نتائج استقرار للمنطقة بروح له 100 سنة، مثل ما راح تقريبا الاستقرار تبع سايكس بيكو لولا زرع الكيان الإسرائيلي في قلبنا. من هون يعني خلينا نقول أوانين اللعبة اختلفت. نعم. ولكن يجب عدم القفز للنتائج بهالموضوع. نحن أيضا أصبح معنا على الهاتف عضو كتلة المستقبل الدكتور غازي يوسف. صباح الخير دكتور. يعني صباح النور. صباح النور ست أهلا فيكي. نحن عم نحكي عن دور رئيس الحريري اليوم، ولكن قبل بدي أسألك، هل تيار المستقبل بمجمل وراضي عن التشكيل الحكومية؟ بعتقد نحن راضيين، مدام رئيس الحريري راضي كنا راضيين الحمد لله. يعني ما يحكى يعني فيها هذه التشكيلة وفي يعني التضحية اللي فيها الرئيس الحريري، نتمنى أنه فيها خلاص لبنان. نعم. اليوم يعني ما يحكى، أو بدي أسألك استطرادا، ما يحكى عن فريقين داخل تيار المستقبل، فريق منفتح على رأسه الرئيس الحريري راضي وفريق آخر غير راضي، هو كلام مجرد كلام صحافي أو كلام مصادر يعني تحليلات سياسية فقط؟ هذه تحليلات غير دقيقة أبداً، هالكلام منه مضبوط. نحن كلنا عم نتعاون لكي ننجح هذه الحكومة بمهامها اللي أولها أنه تحضر الانتخابات الرئاسية لرئاسة الجمهورية القادمة، وأن تعمل على استقرار البلد أمنياً وسياسياً واقتصادياً. هذه أولوياتنا، كنا عم نعمل مع بعض. نعم. اليوم جولة الرئيس الحريري ويعني إعادة تنشيط دور الرئيس الحريري داخليا وأقليميا ومع على المستوى الإقليمي بشكل عام، هل يعتبر هذا الأمر منعطف أساسي بسياسة تيار المستقبل على كافة المستويات؟ حتقول أنه مش إعادة تنشيط الرئيس الحريري، من وقت النهار اللي اضطر يترك لبنان هو ناشط على إعادة الاستقرار لهذا البلد. يعني هو لا يزال على سياسة وقت الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري، همه الكبير هو هذا البلد واستقراره وأمنه ومستقبله. لذلك لم يتوقف عن الحراك السياسي اللي مش كله بيظهر بالإعلام، اليوم عم يظهر البعض منه بالإعلام، ولكن هذا المسار لا يزال مستمر. هذا المسار اليوم نرى انفتاح من قبل تيار الوطني الحر على تيار المستقبل، هل تيار المستقبل يبادل هذا الانفتاح باتجاه التيار الوطني الحر للمصلحة العامة بشكل عام برأيك؟ طبعا نحن مفتحين كل التيارات من المصلحة العامة، ما في عنا أي مشكل، ولكن ما يمنع أنه هناك بعض الأمور التي يجب أن توضع على مسارها الصحيح. قرارات اتخذت في الماضي من قبل التيار العامي ومن قبل غيره من التيارات السياسية التي شاركت في الحكومة السابقة، التي نعتبر أنها غير صحيحة وغير دقيقة، علينا أن نعمل على تصحيحها من أجل البلد. يعني اليوم عم بتقولوا أنه في أمور سياسية بتتفقوا عليها وفي أمور أخرى لا، رح يضل كل واحد على موقفه فيها. أكيد. نعم. بالسياسي وغير السياسي. نعم. كل واحد عنده وجهة نظر. دكتور غازي يوسف، البعض قرأ في خطاب السيد نصر الله أن الوزارات الأمنية وضعت بيد تيار المستقبل كي يكون بمواجهة الوضع الأمني، خصوصا مواجهة الإرهاب والتكفير الذي بدأ بالتسلل إلى لبنان وبشكل متفجر. لا، هذا الكلام منه دهي. لم توضع هذه يعني الوزارات الأمنية في هذا المستقبل لتحميل تيار المستقبل استقرار الأمني في البلد. كلنا نعرف أنه هذه التفجيرات التكفيرية اللي عم بتصير في كل الأراضي اللبنانية وغيرها من التفجيرات لا يمكن لتيار واحد أن يتصدى لها، إن كان في الحكم ولا خارج الحكم، وإن كان سيطر على الملف الأمني الداخلي من قوة أمن داخلي أو جيش. إذا ما ضافرت الجهود اللبنانيين جميعهم لوقف هذه الاعتداءات ولقطع دابر المؤامرة المحاكمة في لبنان والتدخلات اللي عم بتشيب هذه الولايات على لبنان، لا يمكننا الانتصار على هذه المؤامرة التكفيرية. نعم. كيف الحل برأيك بالنسبة للموضوع الأمني إذا الوزارات الأمنية ما رح تقدر تواجه؟ يعني قبل كنتوا تحملوا الناس يلي هن على رأس الوزارات الأمنية مسؤولية الأمن، اليوم مش هالوزارات نفسها بتتحمل أيضا مسؤولية الأمن؟ نحن حملناها ونزال متحملها ومتحمل مسؤوليتها. نعم. بتحمل كل وزير وتحمل مسؤولية اللي عم بقوم فيه من تدمير، ولكن علينا أن تتضافر جهود مع الكل. ما فينا نحمل وزير الداخلية انفجار حدث في طرابلس مثلا اليوم،
او انفجار حدث في الضاحيه انفجارين. هناك امور عديده علينا نتحملها، مثل ما قال وزير الداخليه الحالي، علينا ان نقفل هذه ممرات الموت. نعم. ممرات من والى لبنان. علينا نسيطر على الحدود اللبنانيه اللي طالما طلبنا فيها. هذا عمل يجب ان يقوم به الجيش اللبناني القادر بمساعده الجميع. نعم. مش كل واحد يفتح ممر حساب. دكتور غازي يوسف، اليوم هذه النوايا الايجابيه تتوقع ان تستمر مع استمرار هذه الحكومه؟ اعتقد انه هذه النوايا الايجابيه ستترجم ان شاء الله ببيان وزاري مسهل لكي تحصل هذه الحكومه على ثقه مجلس النواب وان تقوم بعملها. نعم. دكتور غازي يوسف، عضو كتله المستقبل، شكرا لك. أنا فيك يعني. دولة الرئيس، بدي فوت معك على موضوع اليوم، قصه الوزارات الامنيه، انطلاقا من حديثه ل دكتور غازي. انا ما سمعت السؤال لانه جبرته اطلع لبرا شوي، بقى لذلك ما عرفت شو قال، بس انه انا لا انا السؤال عم بسالك يا لك اليوم قرانا بخطاب السيد نصر الله نعم شرف، انه والتحليل من خلال هالخطاب انه اليوم حزب الله رضي انه تيار المستقبل ياخذ الوزارات الامنيه، لانه بده انه هالوزارات تكون بمواجهه الارهاب وتكون بالواجهه بهذا الامر. انا حبيبتي ما بيهمني، عم بحكي كمواطن، المطلوب من اي وزير وبشكل خاص وزارات الامنيه نعم اللي هي مسؤولي تجاه الوزارة، وبالتالي الوزارة مسؤولة تجاه الشعب اللبناني عبر البرلمان إذا في برلمان. نعم. تمثيل مشوه طبعا، مسؤولة تجاه الشعب اللبناني على الأمن. أنا ما يعني أنا ما إلك حق تجي أنت تشكيلي أنا كمواطن في الوقت اللي أنا اللي بدي أبكي لك. أنت وجباتك ترفع أعلى درجات الجهوزية في استراتيجية بتقول انك حطيتها بما يسمى حرب على العرب. هوني مرحلة الاختبار لنوايا الاطراف ولصدق في التعاطي بهذه المسألة. وانا يعني ميال صدقن، بالرغم انه بعض الاراء الخبيثة يعني تجي توشوشني وتقلي لا انت ممعن كثيرا في تصديقن، لانه هذا نوع من 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 في لعبة عض الأصابع للتنازلات السياسية. هذا نحن لما نقول التالي، أنا ما بديش أفكر التفكير، أنا بدي أكون إيجابي بالتفكير. في خطوة إيجابية تمت، اجتمعتوا جميعا في حكومة، أعطوني النتيجة، أعطوني النتيجة عنوان التخفيف، وأنا قادر. ما تقلي أنا مش مسؤول عن أحداث أمنية. طب أنا بهالإطار أنا بدك تقلي مظبوط في استهداف للأمن بلبنان. نعم. وأنا مسؤول عن إجهاض المخطط الذي أدى إلى استهداف الأمن بلبنان. أنا بهالإطار بدي أسألك قديش مبسوط فيه مش مبيتك صحيح بس أنا هون بهالإطار بالإطار نفسه قديش استلام تيار المستقبل اليوم للوزارات الأمنية من شأنه أن يخفف من تسلل الإرهاب ومن إلى لبنان؟ ما تحكي بالتفاصيل، اسألي السؤال على التوجه التالي، قديش قادر طيار مستقبل من خلال امساكه بالمراكز الأمنية من التخفيف أو من منع أو تخفيف؟ مش هذا السؤال؟ هذا السؤال. جوابي إلى ذلك، أنا لا أؤيد إلا أن يكون طيار المستقبل في المراكز الأمنية، وخطوة سليمة كانت جدا. نعم. وعبر الأشخاص الذي استلموها بالتحديد. أنا سؤالي ليش؟ أنا لماذا؟ ليك بدي أسألك. ما فيك تجاوبني بدون ما أسألك لماذا؟ بلا أنا بدي أجاوبك. لا شك. ليك بدي أعطيك المثل الصارخ والعنوان الصارخ. نعم. اللي هو اللواء أشرف ليفي. طيب. قامت أيامي ليش إجا وزير؟ لا في منهم قالوا ليش وزير عدل؟ إني بتمنوا كانوا إنه ما يكون اللواء أشرف ليفي تماما. بس أنا بدي أسألك سؤال. من هو أجدر منه قادر أن يتعاطى مع المسألة الأمنية في طرابلس؟ إيه؟ طبعا عبر وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الداخلية. هلأ بتقولي لي بشو سبب الأحداث؟ بقول لك أوكي. بتقولي لي كيفك تحكم؟ بقول لك بدي أحكم عن نتائج ضبط الأمن في طرابلس. إذا استمر الوضع في طرابلس على ما عليه كان قائما قبل تسلم اللواء أشرف ريفي حقيبة وزارية ضمن اتفاق سياسي، شو بنكون عملنا؟ بتكون مثل الشعر المملوكي، الماء ماء والأرض أرض والسماء سماء والهواء وهواء، بتطلعي زيت القصة. لذلك نحن منا ندرس الأمور بطريقة القدرة. وأنت في مضبوط الساحة الشيعية مستهدفة،
بس مظبوط كمان انه الساحة السنية هي اعلن دولة الرئيس الحريري انه هذه الساحة مش بيئة حاضنة. طب كيف بدها تترجم انت تكون بيئة حاضنة؟ عبر فرض الامن. وهلا ما عش في حجة عند المؤسسات الامنية تقول مش ابنسق مع بعضها. ما عش في حجة عند المؤسسات الاتصالات والامن يقول مش ام بعطي الداتا. ما عش في حجة عند احد سوى الذهاب عميقا باتجاه تحقيق الأهداف التي من أجلها صنع هذا التوافق في الحكومة. شو رأيك أنه بما قيل من أنه هالحكومة بركة على رغم كل التناقضات اللي كانت سائدة من قبل هي حكومة الرجل المناسب بالمكان المناسب، يعني قدروا يجيبوا أشخاص؟ أنا هاي الشعارات أنا بيني وبينك ما بحيتي يعني أمنت فيها، رجل مناسب مكان مناسب ورجل غير مناسب في مكان غير مناسب. هذا شعارات كله وراء بالسياسي أحزب. أوقات بيجي شخص أمي جاهل ولكنه زعيم في موقع وزاري وقيادي. هذه إرادة الشعب. شو بتقولي لي مكان مناسب وغير مناسب؟ مكان إيه؟ بقول لك جيبي مستشار، جيبي مدير عام، حطيه صاحب اختصاص ويكون ممسك بإدارته وبالتخطيط والكذا. الوزير دوره السياسي بشكل رئيسي. نعم. كل هاي الاختراعات الجديدة اللي طلعت. مبسوطين العالم متفائلين يعني بعد 10 أشهر من الانتظار وكنا ربما طبيعي. فقدنا الأمل. العالم مبسوطة ما في شك. أنا مثلا أنا من الناس اللي مبسوط. نعم. بمعنى مرتاح مش مبسوط. لأنه مرتاح لأنه كمان أنه شو وضع هاي إن كانت حالة الفراغ القاتلة في لبنان. كل المؤسسات دون استثناء كلها دون استثناء فراغ قاتل. نعم. كلهم يغني على لبنان حارت من كلمة إيده إله. تعرف دولة الرئيس كمان مفروض بلكي نعمل حلقة خاصة عن انعكاس الحكومة، تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي، إذا ممكن تلحق تعمل شيء ولا لا، لأن كمان الناس عم بتعاني اقتصاديا بهذا الموضوع. الاقتصاد اللبناني، الحاكم مصرف لبنان اللي منوجه له تحية من على منبركم، نجح عبر مقاربته للمشاكل في لبنان من 92 حتى اليوم بتعميم ثقافة الفصل بين المسألة النقدية وبين المالية. المسألة السياسية. نعم. بدليل أنه الشراء صرف الدولار بيع الدولار شهر الماضي والقبله والقبله كان ب 150 مليون دولار مبيع. لذلك هذا موضوع نجح. المسألة الاقتصادية شو بيقولوا لك؟ بيقول لك المواطن وأصحاب الرسميل وأصحاب الاقتصاد والمؤسسات بيقول لك أعطيني أمن هو حبيبي حل عني. إيه؟ مش طالب منك شيء. لذلك الناس ارتاحت مباشرة. لذلك كان الانفجار الذي وقع غايته منع تطور هذا المزاج عند الرأي العام لكي لا يشكل طيار جارف يحدد أطر تمكن هذه الشريحة من السباحة في بحر أهوج غير ملائم لمصالح. بدنا نروح إلى فاصل إعلاني تاني، بعد الفاصل بدي فوت على زبدة هذه الحلقة، الزبدة المهمة اللي هي النظام اللبناني، انتخابات رئاسة الجمهورية. حاضر. وأيضا شوي من جنيف 2 وما يجري في سوريا وما هو منتظر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. فاصل مستمعينا ومنتابع حلقة مدى الصوت. مدى الصوت من صوت المدى. مستمعينا منتابع حلقة مدى الصوت. بالمحور الأخير بذكر أنه ضيفي نائب رئيس الحكومة، نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ إلي الفرزلي. دولة الرئيس اليوم هل اجتاز النظام اللبناني قطوع الانهيار أم أنه مجرد مرحلة نحن اليوم؟ ليكي النظام اللبناني ما هو بحالة انهيار. نعم. ما هو يعني عمليا نعم. عمليا لا يوجد نظام في لبنان من سنة 2005 لليوم، إذا اعتبرنا أنه قبل كان في مرحلة سورية وهي كمشي الوضع وما بينحكم عليها القصة. من 2005 لليوم في عمليا انهيار وتصفية ممنهجة للمؤسسات بالبلد. في بقي عنا هالكتاب اللي اسمه الدستور اللبناني. قديش استعداد الأطراف لإعادة إنتاج احترامه للدستور؟ قديش هالكيانات المذهبية التي تكونت في لبنان وكل كيان له حدوده وأعلامه وإعلامه وماليته وأسساته وثقافته وطقوسه وعلاقاته بالخارج وعلاقة الخارج فيه، قديش عندها استعداد ترجع تنظم علاقاتها مع بعضها
استنادا لنصوص الدستور، قديش قيادة الكيانات ستتمتع بالأخلاقيات الدستورية وتلتزم بالدستور، هذا السؤال الكبير. أما انهيار الدستور، انهيار المؤسسات، انهيار كامل، أكبر دليل. طيب ما كان في مجلس وزراء بيجتمع بالشكل وكان في دعوة قال لطاولة حوار عجنبه. طيب سمعتي بلد بالعالم طاولة الحوار بتكون للتحرير ومجلس الوزراء للمجرير؟ بعدنا اليوم ليش لا؟ اليوم مفروض ما تكون، مفروض يكون مجلس الوزراء هو مجلس الحوار. بس نحن عم نسمع انه بدهم يرحلوا المشاكل اللي قد يكون عليها مشكلة بالبيان الوزاري، الامور الاستراتيجية الدفاعية، قصة منظومة المقاومة وما الى هنالك، الى طاولة الحوار. يعني مبلشين بهذا الموضوع؟ ما في مشكل، رح يعملوا هيك، بس هذا كمان امر غير طبيعي. ما هذا امر مصطنع، هيك هيدي نتيجة فشل. طيب قليلي انه مجلس الوزراء القيادات الرئيسية بطلت تشارك فيه مباشرة؟ طب ما كمان مصيبة يعني. انه صفى مركز، يعني بالماضي ما كان يجي كمان شمعون وريموت ادي وبيرش باير وصعب سلام وكمال بيك شمبلا، كلهم كانوا يفوتوا الله يرحمهم، مش هيك؟ هلأ بقى صفت القصة موقع تفصيلي استطرادي بيروح مكان للموظفين للمنتجين للمستولدين بكنف الزعامة السياسية، وهذا أمر خطير جدا، مفهوم فوقي. لا، لأنه الكيانات المذهبية هي أعلى من مجلس الوزراء، لأنه الكيان المذهبي شغلته ياخد من المؤسسات الأم لمصلحة الكيان المذهبي. وقت اللي بسمع أنا هالكلام هذا الواقع، خلي حدا يقول لي لا، يرفع أصبعه بهالدولة اللبنانية من كبيرة حتى صغيرة يقول لي لا هذا الكلام مش مزبوط، ما حدا بيتجرأ يقول لا مش مزبوط. لذلك نحن الآن نقوله أنه بقي الدستور، وهون دور فخامة رئيس البلاد. مين عم برد عليه لفخامة رئيس البلاد؟ هلأ وصل لك الذي قسم اليمين للحفاظ على الدستور، هذا هون الالتزام بالقسم. هلأ بتقليلي مش قبل رد عليه، بقلك ايه ليه؟ لعدة أسباب، بس من جملتها بدي اتجاوز الممارسة الشخصية. بدي احكي هلأ بهاي المرحلة، ولحين بعدين التاريخ يحكم على هاي المرحلة اللي مرت، ويجب أن يعني يصير في محاكمة تاريخية نظرية لهذه شخصية. المرحلة وأنا أعتقد ستحدث حتما. الصلاحيات الدستورية التي أخذت من الرئيس واللي نظريا أخذت من الرئيس إلى مجلس الوزراء مجتمعا، على أساس مجلس الوزراء في مسيحيين وفي مسلمين وهو مناصف بين المسيحيين والمسلمين، وعلى أساس أنه الوزير هو سيد وزارته ورئيس الوزراء هو أول بين متقدمين بين متساوين عفوا، وبالتالي ينطق باسم مجلس الوزراء مش عن مجلس الوزراء. باللعبة الطوائفية اللي قامت في خلل بالعلاقة بين الطوائف خطير بالبلد. انه في مكون اساسي اسمه المكون المسيحي اصيب بنكسة استراتيجية، الى جانب اخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية اللي مفروض تكون صفت بقوة الدستور، هي مركز وطني عام. انه تم استباحة الحقوق الدستورية للمسيحيين مزبوط. عبر قانون انتخابات نيابية يؤدي إلى إنتاج 35 نائب من المسيحيين بكنف القيادات المسيحية النيابية الأخرى، وبالتالي فقدوا المسيحيين دورهم. طيب وقت المسيحي يفقد دوره وما يكون له احترامه بالعلاقة التشاركية كما يجب وعلى قدم المساواة مع بقية الشركاء في الوطن، وقت تكون المادة 24 من الدستور غير مصانة حيث تحدثت عن المناصفة الفعلية والتي تحدثت عنها بكركي بشكل واضح في وثيقة بكركي اللي كل الأطراف أعلنت تأييدها، وإن شاء الله يكون التأييد عن جد، وقت قالت المشاركة استنادا إلى المناصفة الفعلية بحيث أن لا تفرض على طوائف نواب استنادا لتكتلات مذهبية كبرى. هون إجا قصة مجلس رئيس الجمهورية، هون طلعت نظرية أنه نعم نحتاج إلى رئيس جمهورية قيل عنه قوي، يجب أن يكون قوي، قيل عنه يجب أن يعكس الوجدان الشعبي المسيحي العام ومن ثم ينتقل إلى الرحاب الوطني العام. قيل عنه أنه يمثل الإرادة
الوطنية المسيحية بتعبير لاستعملوا دولة الرئيس سعد الحريري في آخر خطاب أثناء إطلالته بلبنان، مش هيك؟ صح. طيب كيف لو يكون يمثل الإرادة المسيحية أن يعلن المسيحيون تقليدهم إلى قبل الانتخاب وبعد الانتخاب عند التنفيذ يصبح مستتبع هذا إلى ذاك، إما مكون الشيعي أو المكون السني، ويستقر على تناقضات المسيحيين الموجودة سابقا على بعض البعض ليبرر دولة هذا الرئيس تجاه رئيس مجلس الوزراء أو تجاه الشيعي؟ كيف بجوز أنت بصورتك أنت كمواطني بس تطلعي تلاقي رئيس مجلس نواب زعيم الشيعة، تلاقي رئيس مجلس وزراء زعيم السنة، تطلع رئيس جمهورية شغلته يسترضي هذا وذاك ليس إلا ولا يملك بحقيقة بيده لا حول ولا طول. كيف يملك الحول أو الطول؟ إما بتعديل الصلاحيات الدستورية، وهون نحن مش بصدد إعادة مقاربة اتفاق الطائف وتعديله خوفا من أن يقال أن هناك محاولة انقلاب على الطائف وأن هناك محاولة للذهاب إلى عقد تأسيسي جديد يرتكز إلى مثالثة ومرابعة ومقابسة كل الاحتيالات القائمة. منقول يجب أن يكون هناك رئيس قادر أن يكون له قدرة على إحداث التوازن الاستراتيجي بين مختلف الفئات في المجلس النيابي، أي رئيس جمهورية عنده حيثيته، عنده قدرته النيابية، قدرته الشعبية، يتمتع بكفاءة أخلاقية، يتمتع بنظافة كف وقصد، لا شغلته العقارات ولا شغلته المدن ولا شغلته حدا معين. لا 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 نعم. خليني مش شخصي انا ما بيعني لي شخصا الحديث، انا بيعني لي وضع المواصفات الاستراتيجيه للرئيس. هلا انا بيجي للمواصفات الاستراتيجيه بالنسبه لبقيه الشركاء. طب ما بدك رئيس يفكر بالاستراتيجيه للدفاع الوطني وقادر، مش بس يفكر، مش بس عنده الرغبه، ما بدك رئيس يكون قادر على صناعة هذا الحوار من أجل تحقيق هذا الهدف؟ طيب ألم يقف سمحت السيد حسن نصر الله بخطاب يوم النص وقال أريد دولة قادرة وعادلة وجامعة ومطمئنة للجميع كي أدخل وبعدش في مشكلة؟ طيب ما بدك رئيس يمثل الوجدان المسيحي العالم؟ طبعا أكيد لحتى يرسل رسالة بدنا رئيس قوي، بس أنا إيه؟ ما بدك رئيس يكون عنده رغبة وإيمان وضرورة وقدرة على صناعة الوفاق السني الشيعي؟ أنا عم بعمل المقابلة دولة الرئيس. ما بدك رئيس مؤمن باستقلال لبنان وسيادته؟ ما بدك رئيس يتمتع بنظافة كف وقصد؟ ما بدك رئيس قادر يملك الرغبة والقدرة من أجل احترام الدستور والمؤسسات؟ هل هو موجود هذا الرئيس اليوم؟ بدي أسألك. طبعا موجود، بدون يتفقوا عليه، هل ممكن طبعاً يكون في توافق على رئيس بهذه المواصفات لا اليوم؟ لا أقول لك شغلي، شو كلمة تتفقوا عليه؟ هذا كلام تكتيكي، هذا هذا قال له جدي بيلعب بدأنتايس، يعني عندنا بالقرى نحن كفلاحين نستعمل عجب. لا أقول لك شغلي، شو يعني كلمة تتفقوا عليه؟ يتوافق مثل ما توافقوا على الحكومة، واجب المسلمين جميعا دون استثناء أن يبعثوا برسالة المسيحية تقول التالي، مثل ما بيبعثوا برسالة بيقولوا لهم تفقوا على قانون انتخاب وتعاول عنا، بده يكون في رسالة شرفوا يا مسيحيين، طلوا علينا بصيغة وبآلية لاختيار الزعيم المسيحي الذي تعتبرون أنه يجسد هذا الواقع. انطلاقا من هالكلام دولة الرئيس هذا بالبيال قال الرئيس سعد الحريري، لأنه شو أبي يصير بانتقاء؟ نعم، شو أبي يصير بانتقاء رئيس المجلس؟ عم بيصير الإرادة الشعبية التابعة على الطائفة الشيعية لا، وبإرادة الكل، ويجب وهذا حق، لأنه أنا ما إلي حق لهم. اللي بيمثل الشيعة الرئيس بري بدي انتخب له فلان المستولد بكنف الطوائف المسيحية أو الطوائف السنية. شو أبي يصير برئيس الوزارة؟ ليش أنا وقفت التكليف الرئيس مئاتي وكنت مع تكليف الرئيس سعد الحريري في عيني نتيجة هذا الشعور وهذا القول؟ طيب وليش هلأ بدي شؤولها للمكون المسيحي؟ طالما هذا واقع النظام السياسي بقوة الدستور، هذا الواقع بقوة من الدستور. الآن حتى إلغاء الطائفية السياسية، الدستور يلزمك إلزاما لا لبس فيه ولا أبام بمراعاة الطوائف وتمثيلها العادل والمتوازن والحقيقي.
اليوم المكون السني يلي هو اساسي نظرا لارتباطه اللي هو بيمثله الرئيس سعد الحريري المكون السني الاساسي نظرا لارتباطه بمحور اقليمي ايضا، قديش ممكن يقدر يلتزم برئيس الرئيس الجمهورية اللي بيمثل فعلا المكون المسيحي؟ سمعني قال بالبيل انه نحن من أيد الرئيس قوي يمثل المسيحيين، ولكن امبارح سمعني قال من روما انه نحن مرشحنا لرئاسة الجمهورية رح يكون من 14 أدار. انا ما فيي احكم شو بده يعمل، نعم ما فيي احكم اطلاقا ولا إلي حق، وهو من السرعة بمكان القفز الى الخلاصات والاستنتاجات. عندما يقول كلام من 14 أدار يعني مرشح لثمانية أدار، يعني ما بيأمنوا 86 صوت، يعني تعاول المرشح الوسط، تعاول التوافق، تعاول إنتاج رئيس من كنف التوافق السني الشيء. لا 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 ما واضحة بالصرف، لا هيدي ما بدها، يعني ما بديش إذا رئيس وسط يعني. لا لا لذلك 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 ما بعرف ساعتها إذا في انتخابات رئاسة. أنا ما بعرف، هذا تساؤل كبير. أنت لا أنت جاوبوا على نعم. بس هل هذا يؤدي إلى تأمين العلاقة التشاركية؟ بشك. هل هذا يؤدي إلى صناعة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية الحقيقية؟ أشك. هل هذا يؤدي إلى تقوية النظام الذي تريده كي يقوى الاعتدال الذي تريده؟ أشك. هل الأسئلة استراتيجية كثيرة، ولكن من الآن حتى يقع هذا أنا ما في يعني أضرب بالرمل، ولكن أقول أنه في خطوات لحد هلا إيجابية صارت، اللي هي أنه الأطراف بلشت تحكي مع بعضها. أيدي خطوات متواضعة بالنسبة لاستحاء الرئاسي، ولا أستطيع أن أحكم على نتائجها من الآن. لذلك يجب النظر للموضوع بحكمة، بروية، بهدوء، بعدم تسرع بالخلاص خلاصة استنتاجات، وعدم هيك انسياب نتيجة العاطفة. دولة الرئيس ما بعرف إذا كانت قبل الظروف الإقليمية والدولية أو كانت إرادة الأفرقاء الآخرين أنه رئيس ما يكون رئيس فعلا رئيس مسيحي قوي. اليوم هل ترى أنه الظروف الإقليمية والدولية تتغير باتجاه أنه ترجع تنعطى ينعطها الصفة لرئيس الجمهورية المقبل بلبنان؟ أنا رأيي الشخصي في هالشي موضوع درس بالمطابخ الدولية. رأيي المتواضع طبعا، أنا ماني مطلع كتير، بس أنه رأيي المتواضع بقوة الاستنتاج أنه هذا الموضوع موضوع درس بالمطابخ الدولية، أنه بس عم بيجي بنقله للرئيس عون أنه شرف كون كينج ميكر مثل ما كانت بالماضي. طيب انعمل كينج ميكر، طيب هل هالكينج اللي انعمل استطاع أن يؤدي خدمة للاستقرار، لحماية الحدود، لعدم التورط بالصراعات الإقليمية، لحماية لبنان من هذا المد الإقليمي أو ذاك؟ لم يستطع. فإذن الكينج ميكر لا يؤدي الغاية أيتها الدول العزيزة. فتشوا عن الكينج الحقيقي الذي إذا وجد لا ما شو بدي بالأسماء الذي وجد في الفتش عن الكينج الذي إذا وجد في سيبة العلاقات الوطنية مع الشركاء بالوطن بألف سيبة قوية تستطيع أن تنتج قرارات، وإلا في خلل استراتيجي كبير. خلل استراتيجي ما يعزبوا حالهم، هذا موضوع. أنا أعتقد أنه عند الدول في ابتدأ التفكير بهكذا نوع من التفكير الاستراتيجي. قبل كان التفكير تفكير تكتي يعني وقت كان النقاش دائر حول ما كانش فيه، بتتذكري ما كانش فيه رئاسة جمهورية، وكان النقاش أنت بنعمل هل بنعمل انتخابات نيابية قبل، لأنه بك تروح إلى التأسيس عن جديد بتعمل انتخابات نيابية قبل، لأنه كان في تمثيل مزور. هذا السؤال كما بدي أسألك، يعني من سيكون قبل أقوى، انتخاب قانون انتخابي متوازن أو انتخاب رئيس جمهورية نظرياً قوي؟ نظرياً
لازم يكون في قانون انتخاب حقيقي يطلعي ممثلين حقيقيين ينتخبوا البتونية رئيس جمهورية. أما في عدم قدرتك تأسيات يعني لأنه بعض الأطراف أبداش انت قانون انتخاب مستلزي بعملية وضع يد على الطوائف المسيحية. فيش تمثيل مسيحي بالبلد من أصل 64 في 30. لك يا عمي شو قصتكم؟ ما بيعدش فيه كيف بك تعمل شو دوريك؟ طب من أصل 64 نايب عندك 30 نايب الباقي كله مستولد بكنف الآخر. طب أبديش أعطي أمثلة حي اليوم إذا أعطيتك إياها ببين لك بوضوح قديش القصة. ما بدي لأنه ما بدي إنكاء جراح بخلي يعني اليوم نحن بتأليف التوافق ودبي وبتأليف الوزارة بالتحديد. عم بحكي نحن اليوم بجو التوافق عم بحكي بتأليف الوزارة والمعنيين بالموضوع فهموا علي. لذلك أنا اللي بدي أقول لك إنه بدك تعملي انتخابات تنجي ممثلين حقيقيين. طب هلا مش قادرين وما رح يعملوا وبدون يستثمروا هالمجلس الذي نشأ من كنف قانون انتخاب ينتج 34 نائب مستولدين بكنف الكيانات المذهبية الأخرى استلادا كاملا لا قيمة لتمثيلهم المسيحي لا من قريب ولا من بعيد. ما بيقدموا صمت ولا بيأخروا صمت. نحن على كل حال قربنا يعني على انتخابات نيابية كم شهر لنشوف بدأيك لح يصير في انتخابات يعني أو تفاءلوا بالخير تجدوه. استسلمت بالنسبة لقانون جديد للانتخابات بيمثل وجهة النظر اللي حضرتك كنت عم بتحارب كرمالة؟ لو استسلمت ما كنت عم بحكي بالرئيس الذي يمثل الوجدان الحقيقي وخليت نتيجة الضغط الأربع سنوات اللي صار بالرأي العام يصفي الخطاب خطاب بدنا رئيس يمثل الإرادة الوطنية الجامعة وبدنا رئيس قوي وبدنا نفكر بالموقف المسيحي وما بدناش تمديد وما بدناش كله. هذا نتيجة ضغط الرأي العام ولا بقله للرأي العام المسيحي كل ما رفعت وتيرة ضغطك. داود النبي بيقول ألا ترى كيف أن الأبواق أسقطت أسوار أريحة بمقدار ما يرتفع بوقك أسوار السلطة المزورة السلطة التي نالت من تمثيلك في المجلس من تمثيلك في رئاسة الجمهورية من تمثيلك في المؤسسات تمثيل عادل لا يحمل اعتداء على الآخرين. بمقدار ما بيرتفع صوتك بمقدار ما بتكون أم تعمل وجباتك لإعادة تحسين ظروف تمثيلك بالنظام السياسي اللبناني. دولة الرئيس قبل تشكيل الحكومة بفترة كتير قليلة كان في رهانات انه ما رح يصير في اي تطور بلبنان ما رح يصير في انتخابات رئاسية ما رح يصير في اي تطور ايجابي قبل ما يصير في حسم بسوريا وخاصة ما يجري المعارك الأخيرة على ناحية القلمون واللي يقال انه لن تحسم قبل 3-4 اشهر. هل نحن اليوم من بعد تشكيل الحكومة تخطينا عائق تلقي الانعكاسات السلبية يعني أقله على الصعيد لا. السياسي لك من المستحيل العزل الكامل من المستحيل ولكن لا شك أنه تشكيل حكومي تخفف من المضار السلبية ومن الأضرار التي قد تقع من جراء هذه التداعيات. لا شك خلينا نعترف بهذا الواقع وخلينا نقول أنه الوضع الواقع السوري اليوم واقع مش بإيدي ولا بإيدك نحله نحن. هذا واقع مرتبط بصراع دولي كبير بصراع إقليمي كبير وأنا برأيي أنه يعني مثل طب بين جنيف واحد وجنيف اثنين أخذت سنة ونص صح. هلا في عنا جنيف ثلاثة طيب لنشوف. اجتماع الرئيس بوتين والرئيس أوباما في المكسيك بقمة المكسيك أنت الجنيف واحد اللي كان جوهره إسقاط أي نموذج ليبي بسوريا وهذا ثبت مع الوقت. طيب وقت قامت القيامة على الرئيس أوباما من قبل حلفائه قال لهم أنا هلأ مشغول عندي انتخابات الست أشهر وبعدين التسلم والتسليم وبعدين واقع الاقتصاد عندكم سنة زمن إيدكم مطال إذا سقطتوا هالنظام سقطوا وأنا بتعاطى مع النتائج. راحت سنة ونص لأجت جنيف اثنين أيضا نتيجة اجتماع القمة والتوافق الأمريكي الروسي وكان رافق وهذا شو المفاوضات الإيرانية مع الخمسة زائد واحد مثل ما لاحظت مظبوط. اليوم جنيف اثنين شو كان جنيف واحد زائد التطورات الميدانية التي وقعت على الأرض في سوريا لصالح الحكومة والدولة السورية صح؟ طيب صح. هلأ من هلأ تنعقد جنيف الثالثة طيب قديش بتاخد وقت
ما قادر. أنا بقول من الخفة أنك تحددي أزمني وتحددي أشهر وأيام ومواقيت. صحيح. هيدي مرتبطة بالتطور الميداني اللي بيتحدثوا عن شيء جديد فيه، قد ينجح قد لا ينجح، قد يحقق هدفه قد لا يحقق هدفه، وعن تطورات على مستوى ملفات أخرى. أولها ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية اللي هو ملف مركزي، وأنا بعتقد بالسر قطع شوط كبير، ولكن يعني في بعض نقاط بعد جامدي والأمريكان رمين بتقلون علي، مفاوضات إيران مع 5+1، مفاوضات حول الأزمة السورية وحول أزمات مستجدة على ضفاف الأزمة السورية، عنوان العراق، عنوان اليمن، عنوان البحرين، عنوان كل مصر، عنوان المنطقة كلها. لذلك أنت جزء من تشعبات خطيرة في غاية الخطورة بالمنطقة، ما بتقدر تربطي مصيرك فيهم لحتى ينتهوا كله سوا. أنت عليك واجب حد أدنى من الاتفاق الداخلي لتخففي من الأضرار، لحتى لبنان ما يكونش إلى أقصى حد بلد مباح ومستباح للخارج، يدخل من يشاء ومن لا يدخل يشعر بالخسارة، ولحتى تنتصر التسويات الكبرى بالقبو بالصالون، ما تنتظريها لا بالأبو ولا بالقبر. وبالتالي هذا من وجبات اللبنانيين، إنهم دايما يضغطوا بهالاتجاه طوطاية سقف الخلافات اللبنانية وانعكاسة على الأرض، لأنه هي الطريقة الوحيدة لخلق مستوى المناعة الوطنية اللي بتمنع التسلل تبع الخارج عليك. نعم. واللي بده يستمر. نعم، أنا بدي أختم معك دولة الرئيس بخصوص اليوم إعادة بناء السلطة التنفيذية. هل اليوم هالحكومة عندها الوقت لإعادة بناء السلطة التنفيذية، يعني انطلاقا من أكتر من أمر، مش بس يلي هو يلي هو رئاسة الجمهورية؟ لايك يا حبيبتي، هيدي نحن الحكومة لحتى لا يحمل الله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلينا نحط الله أهداف متواضعة. أولا الحرب اللي هي أعلنته مع الإرهاب، الموضوع الأمني يعني. موضوع الأمني. نعم. اثنين، إعادة تطبيع علاقات الأطراف الداخلية مع بعض البعض. ثلاثة، تهيئة المناخات الملائمة لانتخاب رئيس. بهالثلاث أشهر تعملوا ها وبيكونوا أبو زيد الهلالي، وإذا قدروا يصدقوا سلسلة الرتب والرواتب اللي عملوها بالمجلس، واللي لجنة المال والموازنة برئاسة الأستاذ إبراهيم كنعان عملت خطوة مرتبة بإيجاد تمويل للموازنة عن طريق الجمرك وعن طريق الضرائب العقارية وعن وعن وعن، أوجدت هذا وأوجدت حل سلسلة الرتب والرواتب، يروحوا يصدقوها لأنه في ناس بحاجة. سلسلة الرتب والرواتب يصدقوها، بيكونوا عملوا إنجاز كبير من ضل نشكرهم علي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ببداية الحلقة سميتك رجل كل المراحل، كيف عم تقدر تكون موجود بكل المراحل ولاعب دور دولة الرئيس؟ أنا مش لاعب دور، أنا أقرأ لا أكثر ولا أقل. دولة الرئيس إلي الفرزلي، أنا بدي أشكرك جدا على حلولك ضيف معنا ببرنامج مدى الصوت. شكر للمخرج رالف نكد، لزميلي تاتيانا. أنا بلاقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من مدى الصوت. إلى اللقاء.